زي ما حضراتكم اكيد بتتابعونا يوميا في 10 الصبح في الاهلي، لو لاحظتم كده ان احنا زي ما بنهتم ان احنا ننقل لكم كل المستجدات وكل تفاصيل الرياضات العالميه المختلفه ولا سيما كره القدم، دايما كمان بنهتم ان احنا نتكلم مع حضراتكم عن الغرائب اللي بنشوفها في عالم كرة القدم، لان احنا كل فترة والتانية بنلاقي هناك بعض المستجدات اللي جديرة بالتأمل ان احنا نقف عندها، لا ونشوف هو اللي حصل ده حصل بناء على ايه. مباراة في الدور في دوري الدرجة السابعة الإيطالية بين فرقتين، حكم المباراة طرد مدرب من المنطقة الفنية وقت ما كانوا خسرانين بنتيجة 2-0، فما كان من المدرب ان هو اتمطع وجلس على الحكم بالقلم على وشه. الكلام ده حصل في مباراة ايه؟ ليجيو كاستيلو وكاربينيارو ضمن زي ما قلت لكم دوري الدرجة السابعة الإيطالي لكرة القدم، اتعرض طبعا الحكم لصفعة على الوجه من مدرب الفريق الضيف. اللي حصل كالآتي، حكم المباراة أندريا فيليس طرد المدرب جيفاني ألوسي من المنطقة الفنية لما كان فريقه وقتها خسران بهدفين دون رد. اللي حصل ان المدرب مش بس احتج، لا ده احتج والموضوع اتصعد وتعصب، وزي ما قلت لحضراتكم تعدى باليد على الحكم، وكان طبعا لقطه مش لطيفه جدا، ليعلن الاخير ايقاف المباراه قبل موعدها في شوطها الثاني. وطبعا دي كانت حاجه متوقعه ومنطقيه، واكيد من المنتظر ان المدرب ألوسي هيتعرض لعقاب او لعقوبه الايقاف لفتره طويله كمان، بالرغم من ان هو طلع بعد كده واعتذر في وقت لاحق وكمان قدم استقالته من منصبه. وطبعا يعني النوع ده من الامور ما خصوش، يعني ملوش اي علاقه لا بالروح الرياضيه ولا بالرياضه بشكل عام ولا بفكره التنافس الشريف. في بعض الاحيان يا كريم بيبقى الاعتذار خلاص يعني ملوش قيمه، لما بيبقى الخطا يعني فادح زي طبعًا ما بيتقال، فلا طبعا حاجه ومشهد غير مقبول تماما، والسيطره على الاعصاب لازم ان هي تكون موجوده طبعًا. يعني كمان تحديدا في المجال الرياضي ده شيء يعني مش مقبول ابدا ان احنا نشوفه، كمان في يعني في الخارج يعني ده غريب شويه.